السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله اليوم كلامنا رح يكون عن أول لاب في مادة الصيدلانيات 2، لاب تعطيه مس إسراء أبو صفا. بالنسبة للاب الأول رح يكون كلام عنه في الـ Solution for Use in Body Cavities. في عنا ثلاث تحضيرات رح تكون، عنا الجارجلز والماوث ووش وفي عنا دوشز. بالنسبة لأول شيء احنا رح نعرف الـ Solution as a homogeneous liquid، طبعا هو clear يعني no precipitate و homogeneous يعني one phase. طبعا كيف يكون هوموجينيوس؟ انه يكون في عنا تو ميسبل ليكويدز، او انه في عنا سوليبل سوليد في السولفنت. الشغله الثالثه انه هو عكس السسبنشن، مثلا ما بيحتاج شيكينج الا في حالات معينه راح نحكيها ان شاء الله. بالنسبه للتحضير الاول والتحضير الثاني هم نفس المكونات، لكن الجارجلز تركيزها اعلى. الشغله الثانيه انه اثنيناتهم حتى كمان الثالث فور اكسترنال يوز، يعني هم تحضيرات خارجيه، وهذا الشيء ممكن يأثر على الليبلينج تاعهم او على الاعدادات اللي راح يكون موجود موضوعها على الريبورت او على العلبة اللي منخزنوا فيها. بالنسبة للجارجلز حكينا انه تأثير انه تركيز فيه اعلى، وهذا الشيء ممكن يأثر على الوظيفة. فهو اول شيء external solution aqueous preparation used for treatment and as prophylaxis of mouth and throat infection، مثل عندنا مثلا sore throat، معناها لانه التركيز تاعته عالية هو فعليا ممكن يستعمل للعلاج او الوقايه. اما بالنسبه للماوث ووش اللي هو تركيزه اقل، فهو external solution aqueous preparation used on mucous membrane of oral cavity to refresh and clean the mouth، معناها انه ما بيعمل تريتمنت بس بيعمل ريفرش وكلين، يعني زي الهايجين. طبعا بالنسبه للمكونات لازم تحفظ ايش يعني ايش المكونات ومثال عليها. عندنا الانتيسيبتيك ايجنت مثل عندنا الكلوروهكسيداين، وفي هذا حاجه المسيات تبصموا يا تغشوا، المهم انكم تدبروا حالكم فيه. في عنا analgesic لأنه بكون في مثلا آلام في اللثة أو الأسنان، في عنا مثلا أيدوكاين، في عنا الأستروجينز اللي هي يعني مادة قابضة. المادة القابضة إنه مثلا بكون في عنا نزيف في اللثة أو بين الأسنان أو في باطن الفم أو مثلا في الثروت، فعمله مثلا هو مثل هاي المادة الألم إنها بتعمل انقباض فازوكونستريكشن للبلود فيسلز، فهذا الشيء ممكن يؤدي إلى تخفيض أو وقف النزيف. بعدين في عندنا بكتيريوسايدال ايجنتس اللي هي يعني كزياده في المناعه ويعني وزياده كمان في الامن. بعدين احنا هنا بالنسبه للجارجلز والماوث ووش في الاورال كافيتي، معناها طعمهم لازم يكون بلاتبل ومناسب، فبنستعملهم سويتنر وبنستعملهم الفليفرنج ايجنتس. بالنسبه لهذا يعني بالمعلومات العامه عنهم. اما بالنسبه للريبورت فاحنا لازم نكون عارفين اول شيء في عندنا النيم اوف بريبريشن، منجيبه اما بنفس التجربة يعني بنفس المعلومات اللي في المانيوال او اول الصفحات يعني بتكون موجودة في الفهرس. الموضوع الثاني تعبئة هذا الجدول، اول شيء في عنا الانجريدينتس، في عنا الماستر فورميا، في عنا السكيلد كوانتيتي واليوز اوف ايتش انجريدينتس، بعدين الكومباوندينج اللي هي آلية التحضير. بعدين في عنا هون شوية امور لازم نكون عارفينها مثل الليبلينج كلر، حكينا بالنسبة للاكسترنال بتكون ريد، للانترنال بتكون اسم لونها وايت يعني بالنسبة للليبلينج. Use of preparation لكل واحدة حسب ما مكتوب في المانيوال أو في الفارماكوبيا. Direction to use نفس الموضوع، كل شيء على نفس الآلية، المس تحكي أو بتحكي لنا كيف نطلعه. بالنسبة للتحضير اللي احنا استعملناها أو راح نعملها، أول شيء لازم بالنسبة للنيم نبدأ برقم اللي هو الأماونت. بالنسبة لتجربتنا اللي احنا اشتغلنا عليها كانت 25 مل مش 50 مل. الشغلة الثانية في عنا الـ API الـ Active Pharmaceutical Ingredients اللي هي كانت Sodium Chloride. بعدين بيجي لنا الكومباوند اللي هو او الدوزج فورم كان ماوث ووش، وبالنسبه للمرجع اللي استعملناه كان البريتش فارماكوبيا. بالنسبه للبريتش فارماكوبيا بفيدنا انه بنقدر نعرف منه ارقام الماستر فورمولا وطريقه الكومباوندينج. بالنسبه للارقام الموجوده في الجدول مش هي اللي راح نستعملها، راح نستعمل الارقام اللي هي مكتوبه هون في اللون الازرق. 15 جرام من الصوديوم كلورايد، 10 جرام من الصوديوم بايكربونات هون بالنسبه للانجريدينتس. الكونسنتريتد بيبرمنت ايمولشن 25 مل، الكلوروفورم ووتر 500 مل، والووتر اللي هو السولفنت الاساسي راح يكون اب تو 1000 مل. بالنسبه لليوزز، بالنسبه لاول اثنين صوديوم كلورايد والصوديوم بايكربونات اللي هم سولتس اللي عشانهم استعملنا احنا سويتنرز وفليفرنج ايجنت، هم عملهم الاساسي كليننج، يعني هذا بالنسبه لليوز في عندنا كليننج. بالنسبه للكونسنتريتد بيبرمنت ايمولشن انا كاتبهم بالعكس، هي المفروض فليفرنج ايجنت. اما بالكلوروفورم ووتر فهي بريزرفيشن وكمان كو سولفنت، اما الووتر فهي المين سولفنت. طبعا عشان احنا هاي بالنسبه للارقام بتاعت الماستر فورمولا هي الارقام اللي احنا بنستعملها في او اللي بنستعملها في المرجع، اما الارقام اللي استعملناها كتجربه اللي هي موجوده في السكالد كوانتيتي اور فورمولا،
يعني بنستطيع استخلاصها من خلال عملية يعني ضرب تبادلي أو نسبة تناسب. فبنحكي إنه بالنسبة للتحضير اللي احتاجنا فيها 1000 مل كنهاية احتاجنا 15 جرام من صوديوم كلورايد. طب التحضير اللي بتحتاج 25 مل كم تحتاج؟ نعمل ضرب تبادلي مثل هيك تقريبا، ومنطلع إنه 25 مل راح تحتاج 0.375 جرام. نفس الفكرة بالنسبة للصوديوم بايكربونات وبقية المكونات، هيك الآلية حسبنا فيهم هالأرقام. المس هون حسبتهم بس في التجارب الثانية لازم نحسبهم ونوريها كيف الحساب. بعدين في عندنا الكومباوندينج. الكومباوندينج اللي هي كيف تم عملية التحضير العملي. هسا ممكن نستعين بالموجود في المانيوال، مرات بيكون موجود مرات لا. شغلة ثانية بالنسبة لحكي المس وشرحها، فإحنا كان في شرح المس على شكل كمان إنه كيف استعملناها بشكل عملي. بالأول إحنا بنوزن الأملاح الـ ACL والبايكربونات صوديوم بايكربونات حسب الأوزان اللي إحنا استعملناها بالـ SF أو العمود الثالث، بنحطهم في البيكر، بعدين بنضيف عليه ومنذوبهم ب 12.5 مل من الكلوروفورم. 12.5 لازم عشان حجمها قليل نستعمل سلندر بقيس لحد 10 مل. بنعبي أول شيء 10 مل بنضيفهم، بعدين بنعبي كمان 2.5 بنضيفهم للبيكر تاع الموجود فيه الأملاح، بعدين بنضيف قطرة واحدة من البيبرمنت أويل. آخر شيء احنا بنضيف الديستل ووتر، بس قبل هيك احنا بنعمل اشي اسمه تارينج. التارينج هاي اللي هي احنا كيف احنا هدفنا مثلا 25 مل، كيف نعرف انه احنا راح نكون 25 مل؟ وطبعا لازم نكون عارفين انه احنا راح نحفظ البريبريشن الاخير بشكل اساسي في في انه هون مكان الستورج بيكون موجود، راح يكون كمان موجود في الريبورت، هيكون في كونتينر تايتو امبر جلاس بوتل تايتلي كلوزد. الامبر جلاس بوتل راح يكون ما في عليها معايير او تدريج، عشان هيك احنا بنعمل تارينج بانه اول شيء بنضيف 25 مل من التاب ووتر جوا سلندر، نتاكد انها 25 مل، بنحطها جوا الكونتينر تاعتنا. بعد ما نحطها جوا الكونتينر تاعتنا بكون مثلا احنا خلاص عيننا في عندنا هيك كونتينر، مثلا عيننا انه هون مثلا لحد هان في عندنا 25 مل، بنحط هون زي مثلا ليبل، بعدين بنفرغها من التاب ووتر، بعدين بنحط المكونات تاعتنا في نفس يعني البوتل. هسا هي ما راح تكون لانها يعني تحضير الخطوه الثالثه قبل ما نضيف الووتر راح تكون لساتها تقريبا اكثر من 12.5 بشوي، ممكن يكون 14 مثلا او 13، لما نضيف راح يكون اقل من الليبل. هسا شو بنسوي؟ بنعمل اديشن اوف ووتر اب تو 25. احنا بنكون حاطين الليبل بحيث يكون الحد الاعلى للليبل موازي لحد ال 25 مل، يعني بهذا الخط تقريبا بيكون 25 مل. فلو كان احنا بشكل اولي الاضافه اللي ضفناها وصلت لهون او يعني وصلت بهذا الشكل هيك، بنضيف ووتر بحيث انه يعبي الفراغ الباقي حتى يوصل 25 مل اللي هي لحد اخر اشي بالنسبة للليبل، يعني مثلا هيك. بنكمل تقريبا احنا بنضيف لحد انه كان في عندنا ليبل، الليبل كان لهون، احنا بنضيف ووتر او مثلا كانت البريبريشن تاعتنا واصل لهون، بنضيف ووتر حتى نخلص ويصير في عندنا لحد اخر اشي نعمل اب تو فوليوم ل 25 مل. هاي بالنسبه للتحضير. هسه نرجع بالنسبه لتعبئه الجدول. في عندنا الامور اللي لازم نعبيها كبيانات. اول شيء في عندنا الليبلين كلر، حكينا للاكسترنال يوز ريد، اما لو كان انترنال نستعمل وايت، بس احنا هنا اكسترنال فنستعمل ريد. اما اليوزو في البريبريشن فهو لانه ماوث ووش ما في له تريتمنت او اشي، هو كليننج فكليننج ماوث ووش. الدايركشن تو يوز، اول شيء احنا بناخذ 10 مل اوف ان اي سي ال ماوث ووش ونعملها ديليوشن بكمان 10 مل اتش 2 او. بعد ما نعمل ديليوشن صار مثلا 20 مل كمجموع، بنعمل جارجل او مضمضه ل 10 دقائق ل 1 مينيت دقيقه واحده، بعدين بنعمل سبيت اوت يعني بصق. طبعا في لان عملنا ديليوشن هذا الشيء راح يعمل في حاجه للشيكينج. احنا كان بالاول سوليوشن ما في حاجه للشيكينج، بس الديليوشن اللي سويناه هيخلي في حاجه للشيكينج. طبعا هاي الاشياء لازم نكتبها كمحاذير. في عندنا شيء اسمه اكزيلري ليبل اللي هي زي المحاذير او الكونسيولينج تيبس، الامور اللي لازم يعرفها المريض عن هذا الدواء او عن هاي التحضير عشان قبل استعماله. قبل هيك في عندنا الكونتينر حكينا امبر جلاس بوتيل، وعشان يكون جواب مثالي انها تايت كلوزد. بالنسبة للستورج كونديشن هي كول اند تمام، هي كول اند دراي. في عندنا اكزيلري ليبل راح يكون فور اكسترنال يوز، و خلص احنا هاي محاذير لازم بس اكسترنال يوز.
ومنها بندرج انه don't swallow a large amount of it، هي غير مخصصة اصلا للبلع. شغلة ثانية keep it away from children، يعني بما انه اول شيء بما انه external، فهي ثلاث امور لو كتبناها لاي شيء external راح تكون صح، لانها external ففعليا for external use، وانها external ف not swallow. الشغلة الثالثة انه keep it away from children، هي شيء اساسي. الشغلة الرابعة اللي هي لمرض الضغط ومرضى الكدني لازم يكون في مراجعة للطبيب، should ask the doctor before use. وحكينا because we dilute it it must be shaken، فلازم نعمل تحريك لانه عملنا هنا عملية dilution. في ان الاكسبيري ديت لهي التركيبة هي 1 month. اما التحضير الثالث اللي هي doses، اول شيء انها بتتسمى حسب المكان اللي يتم استعمالها فيه، طبعا هي external solution، وهي طبعا في لها يعني في مثلا ممكن تكون cleansing agent or حكينا هي rinsing or cleansing antiseptic، وحكينا مثلا في كمان لها تأثير قابض. إذا كان مستعملها في الفاجينا فنسميها دوشز، إذا كانت في البلادر بصير اسمها irrigation، إذا كانت في الريكتم بصير اسمها انما، إذا كان في النوز بصير اسمها nasal دوشز. بالنسبة للمكونات طبعا حفظ ومثال، الانتي ميكروبيل تاعها بنزل كولونيوم كلورايد، بنزل كولونيوم كلورايد، الانتيسيبتيك فينول، الانتي بروبيوتيك اللي هي مضاد للحكة او عشان يمنع الحكة في عندنا مينثول، سيرفاكتنت هذا بفيد عشان شغلية استقرارية SLS، الكيميكال تو التر بي اتش، ليش في عندنا حاجة لتأثير على البي اتش؟ لانه واحدة من الاستعمالات او اللي هي مش مكتوبة انه ممكن نستعمل الدوشز في مثلا اذا كانت عند مرأة يعني حابة يجيها ولد بدل ما يجيها بنت، الاولاد نسبة انه يعني انه يكون جنس المولود ذكر انه يكون البيئة قاعدية في الفاجينا، فعشان هيك احنا بنضيف هاي الصوديوم بايكربونات. مثلا الصوديوم بايكربونات ايش راح يسوي؟ مثلا راح يرفع البي اتش وخليه بيسك، فممكن يصير احتمال انجاب المولود ذكر اعلى. شغلة تانية انه مش ايش الاستعمالات ايتها، كلينينج اوف ذا فاجينا، انه هون بنحكي عن الومن، ممكن rinse away the blood after monthly period، كمان إلها يعني إلها دخل كمان في الهايجين والنظافة، get rid of other، avoid sexually transmitted infection، لأنه مرة لأنها هيك هي يعني بالأخير حماية وتعقيم. شغلة خامسة، مثل ما هي بتفيد لل يكون تحديد للجنس المولود، هي بتعمل prevention للpregnancy بأنها تقضي على الحيوانات المنوية، وهذا يؤدي إلى يعني منع الحمل بشكل أساسي. بالنسبة للname of preparation، هاي بالنسبة للريبورت، حكينا أول شيء نبدأ برقم، هي راح تكون 50 ميل amount of 1% potassium permanganate اللي هي ABI، vaginal dishes اللي هي راح تكون route of administration أو هي يعني التحضير تاعنا. إيش المكونات تاعيته؟ الingredients هي KMNO4 والwater، هاي الماستر فورمولا تاعيتهم، وهاي الـ SF تاعهم، uses anti-fungal KMNO4 والwater هي solvent. طبعا uses of this experiment او التحضير تاعنا preparation uses تاعه هو antiseptic solution for fungus and yeast، فطريات وكمان في يعني توابع الفطريات، الكومباوندينج مثل ما مكتوب بهاي الخطوات، وممكن كمان بهذا الشكل انه فقط نزل KMNO4 بالكميه المطلوبه ومنضيف ووتر up to 50 ml، نفس الفكره بنستعمل التارينج. طبعا في تحذير ان KMNO4 بيعمل صبغة، عشان هيك لما نستعمل أدوات ما بنستعمل أدوات فخار أبيض، نستعمل أدوات زجاجية شفافة عشان ما يصبغ عليها. بالنسبة للريبورت والليبلينج والأمور اللي لازم نكتبها، الليبل كولر لأنه إكسترنال راح يكون ريد، طبعا هاي اليوزز نفس اللي بتتعبى في الجدول. الدايركشن تو يوز إنه تيك 1 تيبل سبون ونخففها بثلاث ملاعق. الكونتينر نفس اللي قبل، أمبر جلاس بوتل تايت كلوزد. الستورج كونديشن keep it away from light، هاي غير عن اللي قبلها لانه هون في عنا حساسية للضوء. الاكسبيري ديت كمان غير عن قبلها، ممكن هي الوحيدة اللي 1 ويك. الستورج ليبل ونفسها كمان الاكسيلر ليبل ونفسها كمان الكونسيورينج تيبس، انها keep it away from children for external use، ونفس ما حكينا التحذير بالنسبة لكامل او فور لانها بتعمل داينج او تصبغ، عشان هيك لازم يكون في حذر. بالنسبة للريبورت وورقته راح تكون كل اللابات على نفس المبدأ ونفس الطريقة تاعت الكتابة. بالنسبة لأول لاب أو أول تحضيرين حكت المس اكتبوهم لوحدكم، فيهم الكويز وعليهم على هذا الأساس إنه عشان تتعلموا كيف كتابة بقية الريبورتات. بالنسبة للشغل الكومباوندينج والمحاذير وغيره مهم كثير للشغل العملي، في لأنه حكت راح يكون امتحان عملي إن شاء الله، هتحدد فيه تجارب حسب الموجود. وهذا كل شيء إن شاء الله يكون لللاب، وإن شاء الله تكونوا مستفيدين.